يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة مهمة لأن عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه على مدار الحلقة، سواء في الجانب المحلي والعالمي. وقبل كل ده، كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، والكلام ده كله هنتكلمه من خلال ردود الأفعال اللي على السوشيال ميديا، وتحديدا كمان بعد فوز النادي الأهلي في مباراة الأمس أمام فريق إنبي. ونزمة مراد الأمس، فسؤال حلقة اليوم: إيه رأيكم في أداء النادي الأهلي في أول مباراة رسمية بعد غياب 5 أشهر عن المباريات الرسمية؟ إيه رأيكم؟ تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة، سواء تويتر، فيسبوك أو إنستجرام، وهنقرأ ردود أفعال حضراتكم مع نهاية حلقة اليوم. هروح للعناوين، لأن بعد العناوين عندي جزئية مهمة جدا هتكلم فيها، وتحديدا فقرة الترند اللي حضراتكم كلكم بتستنوها. عندنا معلومة مهمة جدا، وعندنا كمان كلام آخر أهم هنعرضه لحضراتكم على مدار هذه الفقرة. في البداية نشوف العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي: قطار الأهلي عاد للانتصارات. في الترند المحلي: اتحاد الكرة يضع شرطا لتأجيل مباريات الدوري. أما في الترند العالمي: برشلونة يتجسس على تدريبات بايرن. طيب، امبارح طبعا كانت مباراة مهمة جدا في بداية استئناف الأهلي لمبارياته في بطولة الدوري بعد فترة توقف كبيرة دامت لحوالي 5 أشهر غاب عنهم النادي الأهلي، وكل أندية الدوري طبعا الكرة المصرية كانت متوقفة تماما بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الأهلي تحديدا عاد امبارح، فبالتالي الحياة كمان عادت لجماهيره اللي كانوا طبعا مترقبين هذه المباراة بفارغ الصبر. لكن بتحديدا في الجانب الفني او يعني انطباعات جمهور النادي الاهلي عن هذه المباراه، واحنا كده هنرصدها على مدار الحلقه، لكن في حاله من الرضا عن اداء الاهلي، رضا نسبي في الحقيقه، لان طبعا احنا ما كناش منتظرين اكتر من كده من الاهلي امبارح، لان انت بقالك 5 شهور ما بتلعبش مباراه رسميه. لكن الاهم واللي واضح للجميع ان الاهلي واقف على رجله، الفريق واقف على رجله فنيا وبدنيا كمان قبل فنيا، وده ان دل يدل على شغل كبير جدا اللي عمله الجهاز الفني بقياده مستر رينيه فايلر، تحديدا من الجانب البدني. من اول ما الدوله قالت يا جماعه يلا عايزين تلعبوا ونرجع نستأنف النشاط، هتبتدوا تدريبات، الاهلي على طول عمل المساحات بتاعته واشتغل على نفسه، وابتدى كمان مبكرا جدا. لو تفتكروا الاهلي يعتبر اول فريق ابتدى استعداده لاستئناف بطوله الدوري. النتيجه بتاعت الكلام ده بانت في مباراه امبارح من خلال فوز جيد جدا بنتيجه 2-0 على فريق انبي، الفريق القوي جدا بمدير فني محترم جدا الكابتن حلمي طولان اللي عمل مباراه كبيره بصراحه، والاهلي فاز بهدفي محمد هاني وعلي معلول، وكان فوز جيد. ان شاء الله نتمنى الاستمراريه في ما هو قادم. وبالمناسبه زي ما حضراتكم طبعا عارفين ان الاهلي بيستعد من خلال كل هذه المباريات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتي نصف النهائي أمام فريق الوداد بإذن الله تعالى في الشهر أو مع نهاية شهر 9 تحديدا. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، لأن بطولة الدوري أيضا بطولة مهمة، وبجانب بطولة أفريقيا اللي بإذن الله هنستعد ليها من خلال ما تبقى من مباريات في بطولة الدوري. الميزة كمان في مباراة امبارح أن الأهلي وصل لانتصار رقم 17 في بطولة الدوري، لعب 18 مباراة كسب 17 وتعادل مباراة واحدة أمام سموحة، وكمان قدر أنه هو يفوز على كل الفرق في الدوري بدري كده قبل ما الموسم لسه ناقص فيه نصه كمان يعني. فالأهلي كسب كل الفرق بعد فوز على إنبي، لأن احنا كان ناقصنا إنبي الفريق الوحيد اللي ما لعبناهوش أصلا، دي كانت مباراة مؤجلة من دور الأول. وممكن حد يقول لك احنا تعادلنا مع سموحة، لكن ممكن تفتكروا برضو أن الأهلي في أول الموسم خالص لعب سموحة وكسب 1-0 بهدف رمضان صبحي، بالتالي الأهلي قدر أنه يحقق الفوز على كل فرق الدوري هذا الموسم. نتمنى التوفيق والاستمرارية في ما هو قادم بإذن الله تعالى. طيب، ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي، لكن الفقرة المهمة بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم هي فقرة الترند اللي دايما بيكون عندنا فيها حاجة جديدة ومختلفة بنحاول نقولها لحضراتكم دايما. النهاردة الترند هيكون على كهربا، محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي وأحد اللاعبين المميزين جدا، واللي بننتظر عودتهم فارغ الصبر، لأنه هيكون إضافة قوية طبعا لمستر فايلر وللفريق ككل في الفترة اللي جاية، وتحديدا كمان في بطولة دوري أبطال أفريقيا. حتة محمود عبد المنعم كهربا أنا عايز أتكلم في الجانب اللي بيتعلق بمدة غياب اللاعب وإيقافه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بعد العقوبة اللي وقعت عليه بعد
مباراة السوبر أمام نادي الزمالك اللي أقيمت في الإمارات. الأهلي قدم التماس، وده دي كانت تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ بالأمس. مش ده الجديد، الجديد إيه بقى؟ الجديد إن اتحاد الكرة دلوقتي عنده اتجاهين، بيفكر في حاجتين. الحاجة الأولى إن هو يخفف العقوبة عن كهرباء. عايز افكر حضراتكم برضه، هو اللاعب كان موقوف لنهايه الموسم، بعد كده العقوبه اتخففت بقت ايه 10 مباريات. الاهلي قدم التماس كمان طبقا لتصريحات الكابتن سعد عبد الحفيظ بالامس، فالالتماس ده هيتم دراسته. الاتجاه الاولاني ان هم يخففوا العقوبه، ده تفكير رقم واحد او بيفكروا فيه يعني، دون اولويه للاتجاهين، يعني مفيش اتجاه ليه اولويه عن الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني اللي هو ايه، وناس يعني اصوات في اتحاد الكره بتتكلم في الحته دي، بيقول لك ما خلاص بقى يا عم الاهلي كده كده ايه، خد الدوري وضمن بطوله الدوري فمش مهم. خلي اللاعب يتوقف 10 ماتشات، هو ناقص منهم 8 ماتشات تقريبا بعد ما غاب عن مباراه سموحه اللي قبل كورونا ومباراه الامس امام انبي، فخلاص الاهلي كده كده الدنيا سهله بالنسبه له، فمش شرط ان احنا نرفع الايقاف. اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه ايه، ده اللي هنشوفه من خلال المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم. لكن دول الاتجاهين اللي بيفكروا فيهم في الاتحاد بخصوص عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي. لكن أنا في الحقيقة مستغرب من الاتجاه الثاني تحديد، هل ده تفكير احترافي أو بلاش تفكير احترافي، هل دي دراسة بتكون وفية عشان تاخد قرار اللي هي بتكون بناء على أن أنت شايف أن الأهلي فارق بعدد من النقاط في بطولة الدوري وفارق بشكل مريح، فبالتالي ما تاخدش قرار ممكن يفرق مع الفريق ومع اللاعب نفسه، وخصوصا بعد غياب فترة كبيرة جدا اللاعب ما بيلعبش زيه زي بقية اللاعبين، هو كان موقوف وكمان فترة كورونا، وانت عايز تمدد الإيقاف كمان أو تخليه زي ما هو العشر ماتشات يكملوا بعد ما انقضى منهم مباريتين. ده تفكير مش إيجابي في الحقيقة. نتمنى ان احنا نبص على مصلحة اللاعبين كأولوية، مش بتكلم بقى يعني على لاعب بعينه أو حاجة، بص على مصلحة اللاعبين. اللاعبين بقالهم فترة ما بيمارسوش كرة القدم، فبالتالي خلاص في فترة من العقوبة انقضت بالنسبة للاعب، فانت شوف مصلحة اللاعب هتكون ايه، وكمان مصلحة نادي بيشارك في البطولة الافريقية اللي اكيد هي مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي، واكيد من خلالها يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يفوز وياخد البطولة ويرفع اسم مصر عاليا كما هو المعتاد من قبل النادي الاهلي. فبالتالي هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية بخصوص قصة محمود عبد المنعم كهربا، وده كان الجديد في القصة دي، لأن ناس كتير جدا في الحقيقة بيتواصلوا معنا وبيسألونا عن الجزئية دي تحديدا، وإحنا قلنا لكم كل الجديد. طيب الجزئية الثانية، وهي يعني معلومة خلاص اتعرفت من الصبح وتم الإعلان عنها من قبل النادي الأهلي، هو تعاقد النادي الأهلي مع الخبير التشيكي ميشيل بروكيتش كمدير فني لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي. وفي الحقيقة خطوة ما كانتش على البال أو ما حدش فكر فيها، ودايما الأهلي بيفكر خارج الصندوق شوية زي ما حضراتكم عارفين كده، بتشوف إيه اللي بيفيدك، إيه اللي هيقدر يساعدك، مش بس كفريق أول، لأ أنت كمان بتفكر في قطاع الناشئين تحت، إزاي أنا أهل القطاع ده إن هو أقدر أخد من خلاله لاعبين يضيفوا للفريق الاول واقدر استفاد منهم بشكل كبير. طبعا اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي هتشوفوها لاول مره من خلال برنامج الترند النهارده، وهي جوله للمدير الفني الجديد لقطاع الناشئين مستر ميشيل بروكيتش في النادي الاهلي مقر الجزيره تحديدا. هو بالظبط وصل فجر يوم الاحد واجتمع واستقبله في البدايه طبعا كابتن خالد بيب وامير توفيق وكمان كابتن سمير عدلي مدير العلاقات العامه، وقام بالتوقيع على عقود تولي هذه المسؤولية لمدة عامين مع النادي الأهلي. خليني أكلم مع حضراتكم شوية بخصوص ما يميز هذا الرجل الإضافة بكل تأكيد لقطاع الناشئين. الرجل يعني بيحمل رخصة ويفا برو، وهي أعلى الشهادات التدريبية اللي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين، واللي بتتيح ليهم كمان تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا. كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفريق أو لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ده يعني كلها شهادات أو رخص مميزة جدا. وخلينا أقول لحضراتكم إن كان في مفاضلة ما بين أكتر من اسم، وتم الاستقرار في النهاية على مستر ميشيل بروكيتش، وأكيد إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. السي في بتاع الراجل إيه؟ الراجل ده شغل منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم من 2016 حتى 2018، وكمان كان المسؤول عن فرق الناشئين وساهم في اعداد نظام تطوير اللاعبين وفقا لافضل معايير الاتحادين الدولي والاوروبي ويفا وفيفا كي، بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 سنه في حصد العديد من الميداليات ببطوله امم اوروبا. كمان تولى بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براغ احد اكبر الانديه في التشيك واعرقها بكل تاكيد.
طيب نتمنى له الرب كل التوفيق، وان شاء الله يقدر يحط استراتيجيه تكون جيده لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب دي يعني لقطات زي ما حضراتكم شايفين كده، لقطه حلوه بصراحه، يا ريت تعيدها لنا ابو سمره تاني وهو ماسك درع نادي القرن، وهي حاجه كانت معروفه بالنسبه له. انا واثق بصراحه ان هو في جولته في اهل الجزيره، وكمان لما شاف البطولات ودولاب البطولات والكؤوس الكتيره جدا جدا في النادي الاهلي، اكيد ابدا انبهاره يعني في الحقيقه، واكيد كان عنده كم كافي من المعلومات عن النادي الاهلي. النادي الاهلي معروف بشكل كبير جدا على مستوى العالم، خصوصا ان هو نادي القرن في افريقيا، وبطولاته وانتصاراته بتتحدث عنه يعني، فاكيد بيبقى معروف لمثل هؤلاء المدربين المميزين، واكيد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. طبعا دي لقطه كمان وهو في استاد مختار التتش، اللي ان شاء الله باذن الله يقدر يطلع علينا فيه عدد من المواهب في قطاع الناشئين طبقا لاستراتيجيته اللي هيحطها خلال الفتره اللي جايه، عشان الهدف يتحقق ويكونوا امداد للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، عشان يستمر النادي الاهلي في مسيرته الناجحه. طيب انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نشوف ترند الاهلي النهارده. يلا بينا، لسه عندنا فقرات كتير جدا بتتعلق بالسوشيال ميديا على مدار حلقه اليوم، وتحديدا بخصوص ترند الاهلي، وكمان الترند المحلي والترند العالمي. عندنا ايضا في اخبار، لكن الاهم من كل ده احنا مستنيين تفاعل حضراتكم معانا على صفحات السوشيال ميديا المختلفه لقناه الاهلي على فيسبوك تويتر وانستجرام، ورايكم في اداء النادي الاهلي امبارح بعد غياب 5 شهور عن المباريات الرسميه، وهنقرا التفاعلات مع نهايه حلقه اليوم. نبتدي بترند الاهلي، يلا بينا. أهداف الأهلي في إنبي من زوايا جديدة من حساب الرسمي للأهلي على تويتر. إيجابيات الأهلي أمام إنبي، ده كان من الصفحة الرسمية يلا كورة على فيسبوك. الأهلي اليوم على فيسبوك قال إن بالفوز على إنبي يكون الأهلي استطاع الفوز على جميع فرق الدوري هذا الموسم، ده حقيقي. في الحساب الرسمي لموقع سوبر كورة على تويتر كتب إن الأهلي يحتاج لعشر مواجهات لحسم الدوري بعد الفوز أمام إنبي، إن شاء الله. في الجول في الصفحة الرسمية ليه على فيسبوك قال إن الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر حصد 52 نقطة من أصل 54 نقطة، ما شاء الله. حساب الاهلي سبورت على انستغرام اشاد باليو ديانج في مباراه امبارح، وانه نجح في قطع 15 كره كاكثر لاعب في المباراه قطعا للكرات. الصفحه الرسميه للاهلي على فيسبوك اعلنت عن تعاقد النادي مع الخبير التشيكي بروكيتش لتطوير قطاع الناشئين. الحساب الرسمي لموقع سبورت 360 على تويتر نشر صوره من تفقد الخبير التشيكي ميشيل بروكيتش لمنشآت مقر الاهلي بالجزيره، وده اتكلمنا عليه وعرضنا كمان لحضراتكم اللقطات دي. طيب كلام اكيد كتير عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا عن مباراه امبارح اللي وفق فيها النادي الاهلي وقدر ان هو يفوز بهدفي محمد هاني وعلي معلول، وفي الحقيقه الكل تالق في مباراه الامس، وبعض التفاعلات او بعض الجماهير اشادت ببعض اللاعبين تحديدا منهم اليو ديانج. كمان في ناس كتيره كانت سعيده بعوده حمدي فتحي، لاعب مهم جدا جدا وما شاء الله عليه راجع واقف على رجله بشكل كويس، واكيد هيكون اضافه للنادي الاهلي في الفتره الجايه. لكن عايز ابتدي تحديدا بالصفحه الرسميه ليلا كوره واللي عددت ايجابيات النادي الاهلي بعد مباراه الامس امام فريق انبي، واتكلموا في 4 ايجابيات واضحين جدا في الحقيقه. اول ايجابيه وهي يعني تدعيم سلسله انتصارات النادي الاهلي بانتصار جديد، احنا قبل الانتصار ده كان عندنا تعادل مع سموحه، لكن الاهلي بيواصل يعني مشواره بدون هزيمه حتى الان في بطوله الدوري، وان شاء الله يبقى هو الدوري لا هزيمه بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم، وده اتحقق قبل كده بالمناسبه في موسم 2004-2005 مع مستر مانويل جوزيه طبعا المدرب الاسطوري للنادي الاهلي. الحاجه الايجابيه الثانيه اللي اتكلموا فيها يلا كوره على فيسبوك وقالوا ايه؟ قالوا ان القوه الهجوميه والدفاعيه عند النادي الاهلي، بصراحه ده امر كان واضح جدا امبارح، لان هجوميا كنا ماشيين بشكل كويس رغم التكتل الدفاعي اللي عمله الكابتن حلمي طولان، واسلوب لعبه واستراتيجيته طبعا تحترم، وهو مدرب كبير وفريق انبي فريق محترم فيه عدد من اللاعبين المميزين، لكن رغم كده كان في بعض الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي. وكمان بيتكلموا على الجانب الدفاعي، تقريبا ما كانش فيه اي فرص حقيقيه لفريق انبي
على مرمى النادي الاهلي، ما شفناش الشناوي كتير، فده ان ده اللي يدل على قوه النادي الاهلي كمان دفاعيا. بصراحه يعني احنا عندنا فريق ما شاء الله لا قوه الا بالله، فريق تقيل، فريق تستمتع وانت بتتفرج عليه، بدنيا كمان واقف على رجله بشكل مميز. فيعني كل ده يدينا بشره خير للفتره اللي جايه، سواء في بطوله الدوري وبطوله الاهم اللي هي ايه؟ بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله. الحاجه الثالثه اللي اتكلموا فيها من ضمن ايجابيات النادي الاهلي وهو فيما يتعلق بظهيري الجنب بخصوص الفريق، تحديدا محمد هاني وعلي معلول، الاثنين طبعا كانوا من نجوم المباراه بالامس، خصوصا ان الاثنين احرزوا اهداف وكان ليهم دور في الجانب الهجومي والدفاعي كمان من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، فاكيد ايضا ادوا مباراه جيده. والايجابيه الرابعه اللي اتكلموا عليها يلا كوره في صفحتهم الرسميه على فيسبوك، وهي عوده حمدي فتحي للمباريات، وهي في الحقيقه عوده مهمه جدا، لان برده مش هخفي عن حضراتكم سر حضراتكم اكيد عارفينه كمان، ان مستر رينيه فايلر معجب جدا جدا بحمدي فتحي من اول ما اتفرج عليه في الملعب وبعد توليه مسؤوليه تدريب النادي الاهلي. عودته اضافه، وكمان احنا عندنا عدد وافر في نص الملعب من اللاعبين المميزين بخلاف كمان اللي غايبين في المركز ده. يعني تخيل كده حضرتك معايا لو كريم نيدفيد يرجع ومحمد محمود كمان اللي قرب يرجع، هيكونوا اضافه قويه جدا للخط ده. لكن بخلاف كريم نيدفيد ومحمد محمود، انت عندك حمدي فتحي، عندك عمرو السوليه ممتاز ما شاء الله، عندك كمان اليو ديانج لاعب مهم جدا ومميز جدا. طيب قبل ما اكمل كلامي في بعض الاخبار في ترند الاهلي النهارده، خليني اروح سريعا لزميلتنا العزيزه مريم سميح مراسله قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان نتواصل معاها ونعرف كل الجديد النهارده في النادي. وتحديدا عايز ارحب بيكي يا مريم في البدايه، وعايز اسالك عن كواليس مران اليوم للفريق الاول لكره القدم بعد ما استأنف تدريباته بعد الفوز بالامس على انبي، وكان مران تحديدا في الساعه 10 صباحا. اهلا بيكي يا مريم، اتفضلي. يا مساء الفل عليك يا أمير، ومساء الفل على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا المران النهاردة بدأ فعلا في 10 صباحا، بس قبلها بحوالي نصف ساعة في تمام 9:30 صباحا كان في محاضرة فنية لكابتن ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع اللاعبين. المحاضرة دي يعني حصل فيها زي المزيد من الحماس، ريني فايلر اتكلم معاهم في أنه لازم يعني الانتصار بتاع امس على امبي بهدفين دون رد ما يكونش هو نهايه المطاف، او ان هم يركزوا عليه بشكل كبير ويكون التركيز الاكبر على تحقيق يعني المزيد من الانتصارات خلال الفتره المقبله، والتركيز بشكل اساسي على الماتش اللي جاي مع الانتاج الحربي يوم الجمعه المقبل. طبعا التمرين لما بدا في الساعه 10 صباحا كان تمرين كله للاعبين اللي شاركوا امبارح، كان عباره عن ريكفري او ستريتشز علشان ما يكونش فيه اجهاد بدني بالنسبه لهم، خاصه ان ما كانش فيه راحه ما بين المباراه امبارح وما بين التمرين النهارده. اما بالنسبه للبدلاء كان بالنسبه لهم يعني نقدر نقول تمرينات بدنيه خفيفه وتقسيمه خماسيه، ده يعني ابرز اللي حصل في المران النهارده. طيب ده بخصوص مران الاهلي يا مريم. انا عايز اسال كمان بما انك متواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره بخصوص ما يتعلق باجتماعات اداريه او امور من هذا القبيل من خلال متابعتك، ايه الجديد عندك في النادي؟ طبعا يا امير، هو اهم حاجه حصلت النهارده كانت زياره المدير الفني مايكل بروكيتش، يعني دي الزياره الاولى بالنسبه له المدير الفني لقطاع الناشئين. يمكن كان في اجتماع هام جدا، هو طبعا تفقد الفرع نادي الاهلي بالجزيره، تفقد كل المنشات، كان طبعا مبسوط جدا يعني على المستويين سواء الاجتماعي او كمان الرياضي، وكان طبعا منبهر يعني دولاب البطولات اللي هو شاهده النهارده. الجولة كان فيها طبعا يعني كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكان فيها كمان كابتن خالد بيبو رئيس قطاع نادي الناشئين واللي تولى المهمة منذ أيام قليلة. حصل ما بينهم اجتماع علشان يحطوا بعض الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى وقصيرة المدى علشان يكون في تطوير كبير جدا لهذا القطاع، يعني على الأخص علشان يتم توريد الكثير من البراعم خلال الفترة المقبلة
للفريق الاول لكره القدم. طبعا زي ما احنا عارفين يا امير المدرسه التشيكيه يعني مسؤولو النادي الاهلي كانوا مركزين جدا انه يكون في تعاقد مع بروكيدج، لان المدرسه التشيكيه بتاتي في المركز الثاني بعد المدرسه الهولنديه في تخريج البراعم لكل انديه العالم، وده كان مهم جدا بالنسبه لهم. بعد الزياره ما انتهت انتقلوا لمقر النادي الاهلي بمدينه نصر حيث مقر مدربي كل الفئات السنيه للبراعم. كويس. طيب فيما يتعلق بالاجتماع المكتب التنفيذي، هل الاجتماع ابتدى ولا لسه؟ هو دلوقتي المفروض ان هو هيكون بدأ منذ يعني دقائق قليلة، ممكن نقول هيكون الاجتماع برئاسة طبعا العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة. هو لسه ما حصلش فيه اي جديد لان هو لسه بادئ من شوية، ممكن بعد انتهاء الاجتماع نوفيكم يعني يا امير بكل اللي حصل في الاجتماع او ما يستجد بخصوص الاجتماع اللي هيحصل فيه طبعا مناقشة لكثير من الجوانب الاجتماعية والرياضية اللي تخص النادي الاهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا مريم، زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة الأهلي قالت لنا كل ما هو جديد في مقر الجزيرة النهاردة، سواء فيما يتعلق بالجانب الإداري أو حتى فيما يتعلق بالجانب الخاص بتدريبات النادي الأهلي تحديدا بعد استئنافها اليوم، وأكيد أفادتنا بكلام كتير جدا مفيد لجمهور النادي الأهلي وبعض المعلومات اللي أكيد كانوا مستنيينها. طيب انا هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نكمل ترند الاهلي، لان كمان بعديه عندنا اخبار محليه وعالميه. يلا بينا. ترند الاهلي والاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا النهارده تحديدا بعد مباراه الامس امام انبي، وعايز اروح لموقع سوبر كور على تويتر واللي اتكلم على ان الاهلي بيحتاج 10 ماتشات تحديدا عشان يحسم الدوري رسميا. فبصراحه هو عدد يعني مش كتير، عدد جيد من المباريات لو الاهلي باذن الله استمر في انتصاراته المميزه وفي ادائه الجيد، وفي المقابل كمان لو المقاولين تعثر او الزمالك مثلا اللي اكيد بينافسوا النادي الاهلي من بعيد شويه وده واضح، فان شاء الله ممكن مبكرا الاهلي يحسم بطوله الدوري عشان يقدر يتفرغ لبطوله دوري ابطال افريقيا، ده هيبقى على حسب المنافسات على مدار الفتره القادمه. طيب بما اننا رحنا لبطوله دوري ابطال افريقيا وهي هتبقى في ذهن جماهير او اذهان جماهير النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه حتى لو احنا مشغولين شويه ببطوله الدوري، فانا عندي مداخله مهمه جدا عبر السكايب مع الاستاذ محمد امين مدبار رئيس تحرير موقع هو سبورت، وهو احد يعني الصحفيين الكبار جدا في المغرب وكمان متخصص اخبار الوداد المغربي، والراجل بيشجع الوداد بقى بطريقه كبيره جدا. انا عارف يا استاذ محمد مساء الخير عليك، منورنا في قناه الاهلي. مساء الخير. مساء الخير استاذ، ومساء الخير على جماهير الاهلي المصري وعلى الجمهور المصري عامه. اهلا بيك. في البدايه يعني جمهور الاهلي والوداد منتظرين بشكل كبير جدا مباراه نصف النهائي ما بين الفريقين، انا عايز ارصد معاك تفاعلات سواء جمهور الاهلي او جمهور الوداد على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في مصر او في المغرب، بتشوفها ازاي؟ اكيد جميعنا في المغرب في انتظار مباراتين الحاسمتين، ليس فقط الوداد والاهلي لكن كذلك الرجاء والزمالك المصري. معانا؟ نتكلم عن فريق. تمام. تمام قطع يا جماعه. ماشي، هيرجع لنا تاني استاذ محمد امين مدبار الصحفي المغربي عشان نتكلم معاه بخصوص مباراه الوداد. هي طبعا المباراه لسه بدري شويه ودي حقيقه، لكن احنا دايما هنفضل متابعين كده لحظه بلحظه اللي بيحصل هناك بالنسبه للفريق الوداد، زي ما هم اكيد بيتابعوا النادي الاهلي، لان هي في الحقيقه هتبقى مباراه مرتقبه وجمهور الفرقتين مستنيها فارغ الصبر. احنا كاهلاويه طبعا او كجمهور النادي الاهلي مستنيين المباراه دي جدا، وعايزين ان شاء الله باذن الله الاهلي يتاهل للنهائي، مش بس كده كمان يقدر يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا عشان تبقى البطوله رقم 9، وحاولنا فيها كذا مره بصراحه بس هي يعني ايه متعطله معانا شويه، بس المره دي باذن الله الاهلي يقدر يفوز بهذه البطوله. لحد ما يرجع لنا الاستاذ محمد امين مدبار رئيس تحرير موقع هو سبورت، نتكلم شويه عن كمان بعض الاخبار اللي اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده. طيب رجع لنا، نرجع للاستاذ محمد. اتفضل استاذ محمد، كنا بنتكلم على تفاعل الجماهير الاهلاويه والوداديه تحديدا ما قبل مباراه نصف النهائي ما بين الفرقتين. نعم، كما سبق وقلت لك ان التركيز حاليا كله منصب على الدوري المغربي المحترفي الذي استأنف قبل اسابيع قليله. الوداد الرياضي اجرى لحدود الساعه مباراتين، تنتظره مباراه ثالثه
بعد ساعات قليلة من الآن أمام فريق أولمبيك ريبكا. ذلك الزخم وذلك التركيز على مباراة الأهلي المصري ربما لن تنطلق إلا بعد أسبوعين من الآن، يعني عند اقتراب مباراة الذهاب والإياب إن شاء الله. لكن أكيد أن مباراة الأهلي والوداد الرياضي يعني ستشكل مستقبل أو ستحدد مستقبل الكثير من المسيرين وكثير من المكونات داخل الوداد الرياضي، منهم المدرب، منهم يعني مجموعة من المسيرين داخل فريق الوداد الرياضي. طيب، يعني الوداد لحد دلوقتي بعد أزمة كورونا يعني لعب مباراتين، مباراة الأولى تعادل فيها مع في إحدى الفرق مولودية وجدة بنتيجة 1-1، والمباراة الثانية خسر فيها من النهضة بكام بنتيجة 2-1. هل ده مسبب قلق نوعا ما عند جمهور الوداد؟ ده شيء أمر طبيعي، يعني التعادل في المباراة الأولى والخسارة في المباراة الثانية يبقى أمر طبيعي نظرا لابتعاد الوداد عن أجواء المنافسة منذ فترة طويلة. كذلك الخصوم الذين واجههم الوداد كانوا خصوم أقوياء مثل المولودية الوجدية التي كان يحتل المركز الثاني، وكذلك نهضة بركان الذي يحقق نتائج إيجابية وبلغ بدوره نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. الوجه الذي سيقدمه فريق الوداد الرياضي في المنافسة القارية ليس هو الوجه الذي يقدمه حاليا في البطولة الوطنية، ولا يجب أن ننسى أن فريق الوداد الرياضي يعني تصدر البطولة الوطنية طيلة 19 جولة، يعني إلى حدود الجولة الماضية فقد حينها فقد السيطرة وفقد الصدارة لفريق الرجاء الرياضي. نذكر جميعنا يعني كيف تقريبا نفس الوضع سنة 2017، يعني كان الوداد في أزمة في دور المجموعات، يعني كاد أن يقسم دور المجموعات، خسر مبارتين على ما أظن، لكن يعني عوض في آخر المباريات واستطاع مواجهة الأهلي والتفوق عليه يعني في المباراة النهائية. طيب، المنافسة قوية جدا مع فريق الرجاء في بطولة الدوري المغربي، هل ده ممكن يكون مشتت أذهان فريق الوداد شوية قبل المباراتي النادي الأهلي؟ وكمان عايز أسأل سؤال آخر، وهو موعد انتهاء الدوري المغربي هيكون يوم تقريبا 13/9، هل ده ممكن يكون شيء إيجابي أيضا ومريح بالنسبة لفريق الوداد قبل مواجهة النادي الأهلي؟ هو شيء إيجابي للفريقين على ما أظن، خاصة فريق للفريقين، ليس هناك فارق كبير لأن الوداد سوف يكون له سوف يكون قد أعد للمباراة نصف النهائي بشكل جيد، وخاض تقريبا 12 أو 13 مباراة في الدوري المغربي حتى يصل إلى المباراة نصف النهائي في المستوى المطلوب. كذلك الفترة التي تفصل ما بين نهاية الدوري وفي حال انتهى الدوري، يعني في التوقيت التي سطر له مسبقا أي هو 13 من شتنبر المقبل، فترة 10 أيام تقريبا أو 12 يوم سوف تكون كافية من أجل دخول يعني معسكر تدريبي مغلق والتحضير والتركيز بشكل كلي على مباراة الأهلي المصري. لكن الحالي هو أن فريق الوداد الرياضي حاليا لا يركز كثيرا على مباراة النصف النهائي، فهو مركز مع مباريات الدوري المغربي لأنه يطمح بشدة للفوز وإضافة لقب جديد لخزينته من الألقاب. طيب، الشيخ ابراهيم اكومارا من ضمن الغيابات اللي هتكون في مباراه اليوم للوداد امام اولمبيك ريبكا، هل في غيابات اخرى؟ وعايز اعرف برضو اعرف فتره غياب كومارا عن الملاعب خلال الفتره اللي جايه ممكن تمتد لحد امتى؟ نعم، لا، ابراهيم كومارا يعني كانت له اصابه في المباراه الاخيره، اصابه حرمته من اكمال مباراه نهضه بركان. مده غيابه لن تكون طويله، يعني قريبا سوف يعود للميادين وسوف يلتحق بتشكيله الوداد من اجل التحضير لباقي المباريات وكذلك مباراه الاهلي المصري. اذا فاصابه كومارا ليست يعني اصابه صعبه، يعني سوف يكون حاضر ان شاء الله في قادم من المواعيد. بالنسبة لغيابات أخرى ليست هناك يعني غيابات كثيرة، يعني ربما غياب يحيى جبران لاعب متوسط الميدان بسبب الطرد في المباراة الماضية، يعني عدا ذلك ليست هناك غيابات كبيرة عن صفوف الفريق الأحمر. طيب، فيما يتعلق بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعايز أتكلم على النية اللي ممكن تكون موجودة عند الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتقدم لطلب استضافة المباراة النهائية، هل ده أصلا متاح بالنسبة للاتحاد الأفريقي ولا مفيش تفكير أساسا في الجزئية دي؟ وإحنا عارفين طبعا الاتحاد الأفريقي كان أعلن في الأيام السابقة إن المباراة النهائية في حال التأهل فريق من مصر وفريق من المغرب هتكون في ملعب محايد، هل في جديد في الجزئية دي تحديدا طبقا لمعلوماتك طبعا؟
لا، حسب معلوماتي الخاصة الأمور محسومة في هذا الجانب، لأن لجنة المسابقات سبق واجتمعت وسبق ومنحت توصيات للمكتب التنفيذي، اجتمعت لجنة الطوارئ وأكدت توصيات ونفذتها، يعني توصيات لجنة الأندية إلى حدود الساعة، فهو متفق عليه هو جاري به العمل. مباراتي نصف النهائية ستكون ذهاب وإياب، ومباراة النهائية ستكون إما في ملعب محايد أو في ملعب فريقين من نفس البلد في حال تأهل الوداد والرجاء أو الزمالك والأهلي المصري. شخصيا أنا أظن هذا هو السيناريو الذي سيستمر حتى المباراة النهائية، لا أظن أنه ستكون هناك مفاجآت، لأنه أي شيء غير ذلك ربما ستكون عدم تساوي أو عدم تكافؤ الفرص في حال استضاف الوداد الزمالك هنا مثلا في مباراة نهائية. طيب، بما انك ودادي كبير قوي واحنا متابعينك على السوشيال ميديا في الحقيقه وعارفين مدى حبك وانتمائك وتغطيتك كمان لاخبار الوداد المغربي، عايز اخد توقعاتك لدور نصف النهائي تحديدا ما بين الاهلي والوداد، مين هيتاهل النهائي؟ لا، اولا انا لست مشجعا خاصه لفريق الوداد الرياضي، انا صحفي يعني اقوم بعملي واتابع يعني جميع الانديه الوطنيه. بالنسبه لي بس مهتم بالوداد اكتر، انا توقعاتي عارف يعني. لا، بحكم أكيد. انتمائي لمدينة الدار البيضاء، وربما كذلك ارتدائي اليوم اللون الأحمر، كذلك هو اللون المرتبط ما بين الوداد الأهلي والأهلي طبعا. المصري. فريق الأهلي فريق محترم جدا، أنا زرته شخصيا على هامش نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، زرت يعني مركز النادي، وما شاء الله نادي فعلا كما يقولون نادي القرن. بالنسبة لتوقع المباراة نصف النهاية، شخصيا أنا مباراة ستكون صعبة جدا على الفريقين. أنا تابعت مشوار الأهلي في الدوري المغربي، ما شاء الله، في الدوري المصري عفوا، ما شاء الله، يعني فقط نقطتين من جميع المباريات التي أجراها إلى حدود الساعة. كذلك بالامس كانت العوده، يعني كان مستوى جد موفق، الانتصار على انبي بهدفين نظيفين، الاستمرار في الصداره على بعد يعني اميال من الفرق المطارده. يعني كخلاصه المباراه ستكون صعبه جدا، لكن الاساسي ان لفريق الوداد كل المقومات لكي يبلغ المباراه النهائيه. اكيد ان هناك بعض المشاكل تظهر بين الفينة والاخرى، نكبات تظهر في اي فريق في العالم، لكن يوم المواعيد الكبرى يكون دائما الوداد الرياضي في المستوى. ان شاء الله نتمنى ان هي تكون مباراه قويه او مباراتين باذن الله يكونوا بشكل قوي. اكيد احنا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي والتاهل للمباراه النهائيه باذن الله تعالى. استاذ محمد، انا بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر سكايب استاذ محمد امين مدبر، رئيس تحرير موقع هو سبورت، واللي اتكلم معانا بخصوص كل الردود الافعال اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا ما قبل مباراه الاهلي والوداد بفتره كبيره، لان فعلا في اهتمام كبير جدا بهذه المباراه من جماهير الكره الافريقيه كمان والعربية، مش جمهور بس الأهلي والجمهور الودادي، لكن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة. دي كانت إطلالة سريعة بخصوص المستجدات وبخصوص هذه المباراة. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل فقرات التحصيل اللي هنعلق عليها مع حضراتكم، وبعديها على طول ناخد تفاعلات حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة وما يتعلق بأداء النادي الأهلي في مباراة الأمس. خلينا نشوف الترند العالمي في النهاردة. يلا، تشيلسي يشكر بيدرو بعد رحيله عن النادي، ده من الحساب الرسمي للبلوز على تويتر. صفحة بليتشر فوتبول على فيسبوك نشرت فيديو لسانشو ينتظر اليوم الأخير الذي منحته إدارة دورتموند لمانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب. حساب دوري أبطال أوروبا نشر فيديو لنيمار ومبابي وعلق: موهبتان يحدث السحر عندما يجتمعان. ده حقيقي. حساب جول جلوبال على انستغرام نشر صورة رونالدو وكتب: أفضل لاعب في يوفنتوس هذا العام. بايرن ميونخ يكتشف تجسس برشلونة على تدريباته من خلال تويتر. حساب تشيلسي على تويتر قدم الشكر لويليان بأبرز وأفضل إنجازاته مع الفريق. سكاي سبورت على تويتر أكد إقامة مباراة أتلتيكو ولايبزيغ في موعدها. حساب مانشستر سيتي على تويتر يحتفل بعيد ميلاد برناردو سيلفا.
شبكة ESPN على حسابها نشرت فوصفت ليفاندوفسكي بأنه أفضل لاعب في الأسبوع. أما حساب بليتشر فوتبول على تويتر فنشر خبر موافقة لماتو دي للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي. طيب نبتدي بتشيلسي واللي شكر بيدرو بعد رحيله على النادي. بيدرو قعد بعض السنوات في فريق تشيلسي وكان مساهم بشكل او باخر في بعض البطولات، لكن العصر الذهبي بالنسبه لبيدرو كان في برشلونه. اعتقد ان هو على اعتاب خلاص الانتقال لروما الايطالي ان لم يكن خلص كل شيء يعني مع روما الايطالي. يعني صحيفه بليتشر فوتبول على فيسبوك نشرت فيديو لسانشو. سانشو كلام كتير جدا عليه الفتره دي ومفاوضات متقدمه من مانشستر يونايتد مع اداره دورتموند الالماني للحصول على خدمات اللاعب. في الحقيقه هو لاعب مميز جدا وكان متواجد في فريق بي في مانشستر سيتي قبل الانضمام لدورتموند وتالق بشكل كبير جدا في المانيا. فبالتالي سولشير المدير الفني لمانشستر يونايتد مهتم جدا باللاعب وشايف ان هو هيكون اضافه، واعتقد ان هو قرب انه ينضم لفريق مانشستر يونايتد. طيب خلينا سريعا نروح نشوف تعليقات حضراتكم على السوشيال ميديا وتحديدا على صفحات القناه المختلفه على فيسبوك وتويتر وانستغرام، ونشوف حضراتكم رايكم ايه في اداء النادي الاهلي في مباراه الامس. خلينا نبتدي بمصطفى احمد ده من فيسبوك وقال اداء مقبول نظرا لفتره الغياب الكبيره وننتظر الافضل ان شاء الله باذن الله. زكريا محمود قال لسه ادائنا قبل التوقف هيجي واحده واحده ومع الوقت ومع رجوع المصابين باذن الله الاداء هيتطور اكتر. علي نبيل قال اداء اقل من المتوسط في الشوط الاول ويتحسن كتير مع التغييرات وتعديلات مستر فايلر في الشوط الثاني، بس ده طبيعي بعد فتره التوقف الطويله وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. محمد السيد قال الاداء مش بطال ومع عوده باقي اللعيبه الاداء هيكون فيه تحسن كبير، بس مجدي قفشه ما كانش ايه؟ ما كانش في الفورمه خالص. طيب ده كان تعليق حضراتكم، وتحديدا عايز اعلق على حته مجدي قفشه. امبارح لعب في اكتر من مركز فممكن حضراتكم تكونوا شايفين ان هو مش في التوب فورم بتاعته، وده ممكن يكون ايضا طبيعي بعد فتره توقف، ممكن ما تلاقيش اللاعبين كلهم في المستوى الجيد بتاعهم اللي احنا دايما بننتظره. عموما نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله، ودي كانت تفاعلات حضراتكم على الصفحات السوشيال ميديا الخاصه بالقناه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند، استنونا في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.